بعرف قد ايه ممكن تكونوا تفاجأتوا فجأة أنا ويزيد، لكن هالمرة إحنا على ست دنيا دنيا كضيوف. رح نحكي لكم عن نجم الأردن عن طريق طبعا استضافتنا من خلال هيثم وروان. تفضلوا هيثم وروان. حبينا نريح شوي بس ما رح ناخذ معكم، اعطيتونا بريك انتم شوي يعني حبينا نفاجئ المشاهدين. هاي دانا كيفك يا سيدي؟ تفضل. وين بتحبوا اقعد؟ كيفك يا زياد؟ كيفك ستي؟ شو الاخبار؟ اهلا كيفك؟ اهلا كيف عبد الله. عبد الله يزيد، عبد الله بده اياك هون وهيثم هون. حاضر وين ما بدهم. حاضر. غريب انا مش حاطط سماعه مش عارف ما اجوب. طيب تعالوا نبدل كمان مره. يا وين احنا قاعد؟ كل واحد يقعد من ما بده. طبعا احنا عم نتحدث عن نجم الاردن، الموسم الثالث من نجم الاردن، سنه ان شاء الله اكبر برنامج مواهب على مستوى الوطن العربي وايضا مستوى الاردن، يعني وانتم مقدمين هذا البرنامج. 3-3 هو انطلاق الموسم الثالث من نجم الاردن. هل البرنامج اكتشف العديد من المواهب وكان له دور في انه يحط العديد من المواهب الاردنيه على الطريق الصحيح وفي المنطقة الصحيحة وأيضا إعلاميا يتغطوا بطريقة حلوة وبطريقة صحيحة من خلال شاشة رؤية. يزيد ودانا أنتوا السنة مقدمين نجم الأردن. أنا بقول يزيد يبدأ هو صاحب الخبرة. بقول صباح الفل. أول شيء أنا كتير مبسوط أني معاكم. هيثم اشتقت لك مبدئيا حبيبي، وبدي أسلم على كل الشباب مدينة الإعلامية، شكناهم كثير، يسعد لي المسا. فهلأ نجم الأردن راجع الحياة الحلوة والأمور هاي كلياتها. من وين بدي أبلش؟ نجم الأردن يعني هي رؤية بشكل عام، أنا دائما بحكيها، عملت ثورة بال 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 بالإعلام الأردني، مش عم بمزح. ونجم الأردن مشروع كبير لدعم المواهب، يعني لا يقل أهمية عن أي مشروع صحيح. موجود على أرض الواقع، مش شرط يطلع على التلفزيون صح. لأنه زي ما تفضلتي مئات من المواهب اشتركت، سواء فازت أو ما فازت صارت الناس تعرفها. في ناس صار ما شاء الله وضعه المادي أحسن مثلا، في ناس صار فتح بزنسه من وراء هالموضوع. فحتى إحنا كمذيعين، إحنا لما أنا أعطي فرصة أطلع ببرنامج ضخم زي هيك عمره ما صار بالأردن، إشي كتير عظيم صراحة. ودانا أنا مبسوط كثير هذا الموسم. أنا دانا بعرفها من قبل رؤية من زمان، ودائما بحكي لها لازم نعمل إشي، فهيها إجت الفرصة هاي 2017 كتير. يعني دانا نحن دنيا رح نغاوز يعني أكيد. بيتك ومطرحك. بس قبل ما نشوف البرومو تبع البرنامج، كل الناس عرفوا إنه هاي السنة فقط للغناء. وسمحي لي دانا سوري برضو عند يزيد بجوز عشان هو كمان يعني جرب أول سنتين غناء ومواهب مختلفة. كل الناس حابة تعرف فعليا ليش بس غنى. هل السؤال اللي دائما بيطرح نفسه بكل يعني بكل قوة، هل فعلا لأنه نحن ما عندنا مواهب على مستوى الطموح؟ يعني سؤال قوي بصراحة، يعني بجوز أنا ما أقدر أجاوبك إياه 100%، ولكن إحنا دائما بنجم الأردن تحديدا بنحب نسمع رأي الناس. وحتى يعني واحد من أهم الأشياء بنجم الأردن اللي هو الحكم، اللي هو الناس برضو اللي بتابعنا متابعين رؤية. فواحدة من الأسباب المهمة إنه في عنا مواهب غنائية كثيرة، وخلينا نحكي التركيز على الغناء غير عن التركيز على المواهب الثانية، لأنه كمن و نوعاً. فهمت علي؟ وكثير من الناس انه من الناس على السوشيال ميديا ومن الاصدقاء والاخري انه خلوه غناء. طبعا اكيد بكون مرات في اسباب تانية عند الاداره صحيح. بس هاي واحدة من الاشياء المهمه، انه كثير من الناس كانوا يقترحوا انه خلص خلوه غناء وبس، عندنا اصوات كثيره صح. بحاجه انه اتوقع هيك بنعطي الموهبه حقها الموضوع الغناء. زي ما حكيت انت كنسبه عندنا الاصوات اكثر من المواهب الاخرى. انا مع التخصص، مع انه نركز السنه على الاصوات، وخصوصا انه عن جد الأردن فيها أصوات مهمة جدا. تفضل. صحيح. أنا دانا رح نحكي دانا تجربتك في البرامج الصباحية، تجربة كبيرة 6 سنوات وأنت في البرامج الصباحية، وهلأ رح تنتقلي لبرنامج مواهب. بس رح أضل بدنيا دنيا. رح تضلي طبعا أكيد، هذا بدنا ننوه له وإحنا منأكد عليه، ما بنستغني عنك أبدا بدنيا دنيا. ولكن قبل ما أرجع وأسألك هذا السؤال، بدنا نروح نشوف البرومو تبع الموسم الثالث لبرنامج المواهب نجم الأردن، ونرجع نكمل حديثنا بالاستوديو.
إذن هذا كان البرومو للموسم الثالث لنجم الأردن. دانا بدي أرجع لك بسؤالي، بعد 6 سنوات من تقديم البرامج الصباحية، وأنا يمكن عصرتك في 2 وشوي منهم، وبعرف كيف شخصيتك وبعرف إنه أنت عن جد صباحية وصراحة كتير لبقلك، ولكن مسائية هل أنت عن جد؟ أنا متحمسة أشوف، أنا حاسة طبعا أنت ما شاء الله بكل إشي، بعرف إنه أنت ناجحة بكل إشي وشخصيتك حلوة وين ما تكوني، ولكن أنت شخصيا كيف بتفكري النقلة هاي اللي راح تصير بين برنامج صباحي لا برنامج مواهب وكبير وستايل مختلف يعني تماما عن دنيا يا دنيا؟ يعني معك حق بنقطة 100%. أنا بكل صراحة بتعودة أحكي بصراحة، كنت مترددة، تعودت على أسلوب برامج بيتحدث عن مواضيع اجتماعية، مواضيع طبية، مواضيع مختلفة. موضوع برامج مواهب كنت مترددة، مش عارف إذا بيلبق لشخصيتي، بس بكل صراحة ضليتني أفكر في الموضوع. قعدت كمان مع معدة ومنتجة البرنامج، أصبح بالخير ندى عناني، حكت لي جملة كتير حلوة لما كنا عم نتناقش، بتحكي لي إذا إحنا ما أمننا بالتغيير، إذا إحنا ما دفعنا بعجلة الفن بالأردن، مين الأشخاص اللي رح يشجعونا؟ فأنا هذا كان صراحة هدفي بمشاركتي بنجم الأردن. أنا بالنسبة لي تجربة جديدة، بحب دائما أتعلم، بحب دائما تحدي جديد، ما بعرف إذا الناس رح تحبني، ما بعرف إذا رح يلبق لي، بس بيهمني إني أتعلم إشي جديد. لكن أنا بعتبر الهدف الأساسي صراحة روان وهيثم وكل بتابعنا، إنه إحنا بكفي نحكي ما بالبقى لنا. لا، احنا بالبقى لنا كل شيء حلو بالاردن، بالبقى لنا فن، بالبقى لنا ثقافه، حلو نحرك المياه الراكده. اتوقع يزيد يعني احنا واجهنا باول موسم بعض ما بدي احكي انتقاد، بس ما كان في كتير تشجيع خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، كان في نوع من السلبيه بالتعاطي. السنه الثانيه انا حسيت لا، في تشجيع اكثر. اتوقع هاي السنه لسه رح يكون احسن لانه متعلق بالغناء، فالناس اولها يمكن تستغرب من اي تجديد، لكن لما احنا نضلنا مصرين على هدفنا، وهون برضه ترفع صراحه القبعه على رؤيه انه واجهت الانتقاد وخلت الناس تآمن انه احنا بالبقى لنا مواهب، بالبقى لنا فن ونجوم، وراح يطلعوا هدول النجوم، لانه انا بعتبرها زي ما انت حكيت حاضنه ابداع، حاضنه ابداع مهمه 100%. بعيدا عن رد الفعل المجتمعي بجوز دانا ويزيد اللي احنا دائما بنتفرج عليه وبنستناه وبنتوقعه، يزيد هو بسؤال من شقين. السؤال الاول الصناعة، يعني الإنتاج الآن صناعة وبحث لازم إنه يتأخذ فرم يعني من أول نقطة لآخر نقطة في البرنامج، صناعة البرنامج محلياً لأنه ينافس برامج عربية، ممكن يتخطى موضوع التقبل الاجتماعي ونحس نحنا إنه زي اللي قاعدين هيك في شارع وقرية وكل واحد بده يحكي رأيه في التاني شو عم بصير، نتخطى لموضوع الصناعة. هذا إشي. والإشي التاني بحب أعرف برضو عن مراحل البرنامج كيف راح تكون هاي السنة. يعني احنا للاسف هيثم بديش اعمم، ولكن يعني هيك شوي من كلام دانا شوي من كلامك، احنا بالاردن ما بنعمل بالمنتج المحلي على مستوى الدخان، بنحب ندخن اجنبي يعني صح. فهمت صح. علي صح. بنطلع برا على برامج برا، اوف يا الله هالمذيعه، يا ريت والله عندنا زي هالمذيعات، تيجي مذيعه اردنيه ايه مين وكيف وليش، احنا ما عندنا مواهب، احنا ما بقلنا اشي زي ما انت حكيتي بالزبط. لا قلنا طبعا. ليش 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 احنا للاسف عندنا هذا التفكير السيء. لا شو نجم الأردن شو، طب حضرته؟ لا ما شفت البرنامج. في ناس يعني بشوفهم بالشارع يصير مسخره يا زلمه. لا طب حضرت عفوا البرنامج؟ لا ما شفته. طب ليه بتحكم؟ خلص اردني شو بده يطلع منه؟ ايه لا بطلع منه يعني ويا ستي احنا ما عندنا خبره زي دول برا بصناعه هيك برامج ضخمه، بس هينا عم نتعلم. وتصديقا لكلامك، رؤيا بلشت بهذا الموضوع موسم اول موسم ثاني وموسم ثالث، وكلياتنا بنعرف وبجوز الناس بتعرف انه مردود المالي ما فيش مردود. فهو البرنامج فعليا هدفه الاول والاخير دعم المواهب الاردنيه. صح. وعشان احنا نرتقي ونطلع بالاعلام تبعنا وبصناعه هيك برامج ضخمه. بس بيجي لك واحد وبقول لك لا ما انا بدي ازيد شغله، بعرف ما في وقت، انه بغض النظر عن رؤية او احنا كمقدمين، الاشخاص نفسهم اللي راح يشاركوا بهذا البرنامج قديش هاي راح تكون نقله نوعيه. طبعا يعني طبعاً. بحس بقيمه، بحس انه في نجاح عم بستناه، في فرصه عم تستناه، احسن ما يروح يحس بالفشل، يحس بالضياع، يحس انه مش لاقي وين هو مكمن السعاده والشغف بحياته. فاحنا على الاسماء تعون المواسم الماضيه صح. اللي عن جد احنا رح نفرق بحياتهم. انا بس على السريع بدي احكي انه اللي بيميز نجم الاردن هالمره انه او عاده انه الجمهور هو الحكم، الكل معتمد على التصويت طبعا عن طريق تطبيق رؤيا رؤيا دوت تي في. المرحله الاولى ان شاء الله كمان رح تكون ب 90
صوت مهم جدا. كل حلقة رح نتعرف على 12 مشترك حسب برضو تصويتكم. رح يكون في عنا 3 مشتركين الأعلى. مشترك طبعا رح ينقذوا الجمهور، وعن طريق اللجنة في إنقاذ للتنتين المتبقيين كأعلى نسبة تصويت. همتكم لدعم المواهب، يمكن ما تحبوني، ما تحبوا يزيد، ما تحبوا نجم الأردن، بس نجوم الأردن وأهل الأردن وشباب الأردن بيستاهلوا دعمنا ووقفتنا دائما. ودائما إحنا لازم نكون الحاضنين لهاي المواهب، يعني ليه يروحوا على برامج أخرى وإحنا في عنا برنامج أردني بالزبط. بكوادر محلية، إحنا هذا دائما بنركز عليه، إحنا صح. كوادرنا محلية أردنية عم بيشتغلوا من قلبهم لحتى يدعموا المواهب الأردنية. والمواهب يا ابن عمي يا جاري يعني من الأردن. ليه ليه ما ندعم بعض؟ يعني دائما هاي ثقافة ندعم بعض كلياتنا، نحط إيدينا بإيدين بعض لحتى نعمل مجتمع أفضل بمواهبه بفنونه. بدنا نتحدث شوي يزيد بعد الموسم الثالث. احكي لنا هيك، يعني 3 مواسم مع نجم الأردن، أنت بديت من الموسم الأول، صح. التطورات اللي صارت وأنت شو استفدت أكثر هيك؟ شو أضافت إلك؟ هذا ممكن حلقة كاملة نحكي عنه. يعني اختصرنا إياهم. نختصرهم هيك سريعا. تجربتي خرافية بصراحة، رائعة جدا بنجم الأردن، وتجربتي بنجم الأردن وهلأ الموسم اللي جاي هي مسؤولية كبيرة. البرنامج ضخم جدا، من إعداد، من إخراج، من ستيج، من كاميرات، مش إشي سهل. فأنا بصراحة بالنسبة لي نجم الأردن هو عبارة عن مسؤولية كبيرة، غير بحياتي طبعا، كتير ساعدني. وأنا دائما بحكي يعني أنا بشكر رؤية وبشكر الإعداد وإنهم أعطوا هاي الثقة فيه من الموسم الأول، لأنه فرصة كبيرة بصراحة. يعني حتى أنا بعتبرها يعني ممكن إنه كموهبة جزء من البرنامج، لأنه كمان مرة احنا مش متعودين والله على برامج مواهب وبنعملها كل يوم. فاللي تغير علي انه احنا كل موسم عم بنحاول وبنسعى قدر الامكان نطلع اشي احسن، وبنحاول انه نكون عادلين بطريقة التصويت بكل شيء، عم نحاول انه جد نختار مواهب صح. بكون في تعب أكتر وأكتر وأكتر، بكون في دراسة للناس ايش بدها. يعني دائما هاي شغلة برضو حلوة انه احنا نسمع للناس، فبتلاقي في شغلات معينة تغيرت بناء على آراء الناس. فبالنسبة لي تجربة خرافية نجم الأردن، وإشي جد بفتخر فيه، وإن شاء الله أنه نكون قد المسؤولية. سريعا بس نذكر أنه رح يكون كلجنة تحكيم معنا إن شاء الله الفنان هاني متواسي زي الموسم الثاني، كمان الفنانة ديانا كروزون، والأستاذ الكبير اللي كلنا بنحبه نديم سراج. فأتوقع كمان اللجنة رح تضفي إضافة نوعية ومهمة لنجم الأردن. حلو حلو حلو. ضروري يعني التطبيق هيثم، سوري قطعتك، تطبيق أنتوا الحكم، أنتوا اللي رح تصوتوا اول ما تطلع الموهبه. هلا ما راح في شويه تفاصيل حلوه ما راح احكيها، خلي الناس ان شاء الله تشوفها وهي تقرر، ولكن انتم الحكم، بدنا دعمكم وبدنا انكم تصوتوا لكل موهبه سواء عجبتكم او ما عجبتكم. حلو كتير حلو. يعني انا في النهايه ما ضل الا اني اتمنى لكم كل التوفيق. يعني يزيد اخوي وحبيبي، دانا كمان زميلتنا، ويعني جزء اللي نحن بنفتخر انه يكمل بهاي المسيره. ما بقدر احكي الا يعني قمر وشمس والنجوم، مجره رؤيه بدي اسميها مجره يعني نجم الاردن، في نجوم، كل المواهب هم نجوم، وانتم كواكب، وان شاء الله هيك تضووا ونضوي هيك كلنا مع بعض، وندفع هيك شويه الانتاج الاردني والانتاج الفني على المستوى المحلي، وإن شاء الله اللي بوصل مش للمستوى العربي لمستوى العالم إن شاء الله. صحيح. شكرا كثير، شكرا لكم ولكل اللي عم بتابعونا. أكيد شكرا. كل التوفيق لكم. وأنا كمان بدي أرجع أقول لك عن جد فخورين فيك دايما دانا ويزيد، أكيد نورتنا بكل شكرا. المواسم شكرا. ومبسوطين أنك رح تضل موجود. شكرا لكم. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا في القناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد.